معانا الفنان ستي صخر، عايزين طبعا نرحب بيك، مبسوطه قوي ان انت معانا في المحور، وعايزين نسالك عن مشاركتك في مهرجان القاهره السينمائي في الدوره ال 44. انا جاي اشجع، انا مش مشارك بحاجه للاسف المره دي، بس يعني اصدقائنا كتير مشاركين يعني بالافلام المصريه، مشرفانا السنه دي من اول فيلم احمد عبد الله 19 ب للافلام القصيره الكتيره، فيلم ناي اسماعيل، فيلم هند، فيلم كوثر، فيلم ديسيل، يعني فعلا افلام مصريه كتيره مشاركه وكلهم صحابنا، فجايين نشجع وربنا معاهم بقى وربنا يوفقهم. ايه نوعية الافلام اللي انت تحب تحضرها في المهرجان؟ الحقيقة كل الافلام، يعني كل اللي الواحد يقدر ان هو يلحقه بنحاول نلحقه، يعني هو للاسف الايام دي بصور فالموضوع مزنوق شويه، بس اهو النهارده ما عنديش تصوير فجيت عشان الحق الماستر كلاس بتاع بيلا تار، ان شاء الله يجي فيلم 19 ب والافلام القصيره، يعني كل ما يبقى في وقت احاول احضر فعاليات. طبعا احنا عارفين بدايه مشوارك كانت موسيقى، ومسلسل ريفو جمع بين الاثنين بين الموسيقى والفن، احكي لنا عن دورك في مسلسل ريفو. دوري في مسلسل ريفو يعني هو مروان الموسيقي الخجول الانطوائي اللي ما عندوش صحاب ووحيد، وابتدى يتعرف على نفسه من خلال الفرقة، وبعد كده بتحصل صدمة في حياته، بنشوفه في الزمن الحاضر عنده اكتئاب وبيتعالج في مصحة وعدى محاولات انتحار، فكان دور الحقيقة مركب وغني جدا جدا، وحزن انا فعلا كنت محظوظ انه دور زي ده جالي. يعني كان في اخبار ان نزل التحضير خلاص لريفو 2، عايزين نعرف ايه الاختلاف في الشخصيه بين ريفو 1 وريفو 2. الاختلاف هو مفيش اختلاف في الشخصيه، بس بنشوف جوانب اكتر من الشخصيه دي ما تعرضنا لهاش يمكن في الجزء الاولاني، بتكملها، بتفهم المشاهد اكتر الشخصيه دي عامله ازاي وايه الحاجات اللي هي مرت بيها اللي وصلتها لكده، فأتمنى يعني أنه يكون عند حسن ظن المشاهد. مسلسل التزان كان مختلف تماما يمكن عن ريفو، عايزين نعرف حضرت للشخصية ازاي. الحقيقة في التزان أنا رحت لنفس الدكتور النفسي اللي ساعدني على التحضير لمروان في ريفو، فبس المرة دي بقى عشان يساعدني على الجانب الآخر من الترابيزة اللي هو الطبيب بقى النفسي، وفهمت كتير منه عن علاقة الطبيب بالمرضى، ازاي دايما يبينوا تعاطف مع الحالة وزي يبقوا مصدقين اللي الحالة بتقوله، بس يفضلوا على مسافة منها في نفس الوقت وما يتورطوش عاطفيا، حاجات كتير عن البودي لانجوج وطريقة الكلام وطريقة التعامل، كنت بحاول انه يعني انه نطلع الشخصية بأكتر شكل صادق يعني. ونجح جدا، اشكرك والله ربنا يخليك. عايز اعرف بتحضر لايه جديد في الدراما او السينما حاليا؟ انا مركز في ريفو يعني جزء تاني، يعني ما 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 مش يعني ما خدش اي مشاريع تانية، وفي فيلم بقى طويل، فيلم مهرجانات كده في 2023، بس يعني هنقول عنه اكتر يعني الفتره الجايه ان شاء الله. بالتوفيق اكيد. مرسي. ان شاء الله. مرسي. في جديد في الموسيقى؟ في الموسيقى في جديد الحقيقه، في الفتره الجايه في تعاون مع فرقه كهارب، وهم اصدقاء ليا جدا وبحب شغلهم قوي، فانا مغني معاهم، هنزل اغنيه الفتره الجايه انا بغني فيها وبلعب الهارمونيكا، ومش عارف اقوله ولا لا، بس بعمل حاجه كده، بس دي حاجه لينا كده على جنب يعني، بحاول انا واصدقاء من المجال كل شويه نعمل اغنيه كده نسجلها عندي في البيت ونطلعها بشكل يعني بشكل هاوي او احترافي، يعني هيبان بقى. منتظرين. فمش هقول اكتر من كده. ميرسي جدا، انبسطت جدا. انا كمان. شكرا.